لما تفتح عينيك وتشوف كل الجمال ده. لو عايز تروح المالديف وانت هنا في مصر، تعال اقول لك هنروح فين. استرها معانا يا رب يا رب. تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاكم من جديد وعلى بلدي الحلو والديني. فندقنا النهاردة فندقين مش فندق واحد، تايتانيك بيت تايتانيك بالاس. اللي انت حلمت بيه يا رب مستني ايه؟ هنشوف مميزات جديدة واستغلال لكل شبر في المكان لإسعادك، ولكن طبعا الكمال لله وحده دايما بيبقى فيه عيوب حتى لو بسيطة. وعرفت سرنا، طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ وزي ما تعودنا هنتعرف على مميزات وعيوب بالترتيب: الريسبشن، الاكوا بارك، حمامات السباحة، البحر والشاطئ، المطاعم والسناكس، الغرف وفيوهات الغرف، والفقرات والحفلات والترفيه والتقييم وموقع الفندق والاسعار. انت قلت لي انت مين؟ خدمتك ام احمد. طب عدى يا حاجه واعلن عن قدومي. خلينا نعيش سوا هنا هنا هنا. وقبل ما نبدا يا ريت تسعدونا بالاشتراك واللايك الجميل، ويلا بينا. تعالى تعالى ما تيجي هنا تعالى. الريسبشن، بالنسبه للريسبشن واسع وجميل وفيه ديكورات رائعه، وكمان فيه اماكن جميله جدا لمحب التصوير. الريسبشن ده مش عادي يا جماعه زي اي ريسبشن، ده صرح كبير قوي، فيه اماكن كتير قوي للتصوير، حاجه كده زي المول. لا وكمان مش كده وبس، فيه كمان سلالم كهربا بتطلع وتنزل عليها. الدنيا بين ايديك هنا هنا. في اماكن للجلوس كتيره قوي وجميله على اشكال مختلفه، وفي منها كمان صالونات فخمه جدا. البارات بقى هناك مش بار واحد في الريسبشن، لا ده بارات كتير عشان هو حجمه كبير، فيها مشروبات سخنه وساقع وشغاله 24 ساعه. لا ومش كده وبس، ده في كمان في الريسبشن ستاربكس بس بمبالغ اضافيه. الواي فاي هناك مجاني في الريسبشن، والدور الارضي بيبقى فيه كافيهات ومطاعم. طيب لو خرجنا بقى بره الريسبشن، في برضو عادات كتير، وفي شاشه بقى عرض كبيره وكمان كافيهات. تعالى 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 الاكوا بارك، المكان اللي دايما احنا بندور عليه في وسط الفنادق وبنشوفه شكله عامل ايه. الاكوا بارك هناك مختلفه، الالعاب اللي فيها متميزه وجديده وعملاقه كمان، في العاب هناك اول مره اشوفها. وفي جزء من الالعاب دي بيبقى للاطفال الصغيره خالص، وفي جزء للاطفال الاكبر شويه، وفي جزء بقى لمحب المغامره، ففيها بجد تشكيله العاب كبيره وممتعه جدا. ده غير ان في بسين عباره عن ممر مائي فيه امواج صناعيه بنركب فيها المركب بالاداف، ودي بقى خلي بالكم ممتعه او محمسه جدا وجميله جدا، بس عمق المكان ده مش كبير يعني حتى ما فيهوش كمان خطوره. يا شيخ الطاوة. والاكوا بتشتغل من الساعة 10 للساعة 12 ومن الساعة 2 للساعة 5. هتعجبكوا اول اكوا هناك. تعالى 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 تعالى. السباحة كتيرة جدا، طول ما انت ماشي في الفندق هتلاقي حمامات سباحة وفي منها اعماق مختلفة. ورغم ان عدد النزلاء في الفندق بيبقى كتير جدا بس مش هتحس بالزحمة. يا سلام! انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله، من الحاجات الجميلة قوي ان في بسين مغطى للاطفال للي خايف على اولادهم من الشمس، كمان موجود فيه اكوا واحدة صغيرة كده وجميلة على قده. هنا تحب الحياة هنا هنا هنا. وفي كمان بحيرة مدرجة عاملة زي البحر كده، فيها امواج صناعية وجميلة برضو وكل النزلاء بيحبوها. والجو الحلو ده هنا هنا هنا. الشزلونجات عليها مظلات، ومن الحاجات الجميلة قوي ان في هناك غرف تغيير ملابس، يعني مش لازم ترجع الغرفة بتاعتك، والدش هناك معمول حواليه حواجز زجاجية.
ده غير ان في بسينات تانية كمان موجودة في الغرف الخاصة وموجودة في أكواخ المالديف، بس دلوقتي هنعرف كل تفاصيلها لما نوصل للغرف. تعالى 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 تعالى. البحر والشاطئ، احنا اساسا رايحين نصيف عشان البحر والشاطئ. البحر هناك من اول وهلة كده هتقول البحر مش حلو للي بيحب شواطئ زي اسكندرية ومطروح، وده عشان البحر ضحل هناك لمسافة كبيرة جدا وفي مد وجزر شديد. لكن البحر الأحمر مختلف عن الموضوع ده خالص، لأنه بيتميز بالشعب المرجانية اللي فيه والأسماك الملونة، والسياح أساسا بيجوا مصر عشان يعملوا سنوركلينج ودايفين. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها. المارينا هناك كبيرة قوي وضخمة جدا، وهي مارينا خرسانية، كل ما بتمشي عليها شوية بتلاقي منطقة مضللة كده وفيها شزلونجات، وفي المارينا دي من خلالها في سلالم بتنزل في البحر تعوم فيها وبتعمل السنورجلينج والدايفنج بتاعك اكنك رحت رحلة بحرية بالظبط. ومن الجميل ان هم موفرين كمان اطواق مربوطة مع بعضيها بحبل علشان خاطر ان ما بيقدرش يجيد السباحة ان هو ممكن يمسك في الاطواق دي او حتى في الحبل وهو بيعمل السنوركلينج. وموفرين في الفندق معدات السنوركلينج والدايفنج. الشاطئ واسع جدا والشزلونجات هناك حواليها حواجز كده خوص، وده طبعا بيضيف شيء من الخصوصية. وفي بار مشروبات وفي مطعم على الشاطئ وفي مراجيح على الشاطئ للصغيرين والكبار كمان، في رياضات بحرية وألعاب مائية، وفي مكان للعب كرة القدم على الشاطئ ومكان للعب الشطرنج الضخم. ومتوفر كمان على الشاطئ أماكن بتعمل فيها عشاء رومانسي. ماشي يا عم. تعالى 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 تعالى. بالنسبة للمطاعم هي مجموعة مطاعم كتير منها. بقول لك ايه؟ أنا واقع بالجوع ما أكلتش من الصبح. منها طبعا المطعم الرئيسي، وده عبارة عن مطعمين بنقدر النزلاء اللي موجودة في مطعم بيتش أو بلس بيستخدموا ده أو ده، والأكل اللي بيتقدم هنا هو نفسه اللي بيتقدم هنا. شو واخد بالي ده مؤاخذة؟ هتاكل من دي ولا من دي؟ هاكل من دي ولا هاكل من دي؟ وفي بقى مجموعة مطاعم تانية اللي هي مجموعة الألاكارت. طب سيبينا نكمل بقى، انت هتخلص الأكل كده كله. أنا قلت لك 100 نوبة قبل كده، أنا لما بجوع ببقى غبي. مجموعة المطاعم دي بتقدم بقى أكلات جميلة قوي، لبناني وإيطالي وصيني وهندي وياباني ومكسيكي ومنغولي كمان. يا جماعة طب ما في حاجات كتيرة جدا ممكن نعملها في المصيف غير الأكل. وبالنسبة للمطعم الرئيسي بيقدم الفطار والغدا والعشاء أوبن بوفيه، وعموما الفطار والعشاء بيبقوا متميزين جدا أكتر من الغدا. نفسي بقى يا جماعة إن الناس لما تيجي تغرف تغرف على قدها أو أقل كمان من قدها، عشان لما يعوز يغرف تاني الاكل الحمد لله ما بيخلصش، وزي ما انتوا شايفين الاكل كتير جدا، كل اللي بيفيد منك بيترمي، حرام عليه. يا جماعه الاكل ده كتير اكيد هنرميه. نرمي ليه يا جنبيه؟ هناكله كله وهنخلص عليه. من الحاجات اللي عجبتني جدا لقيتهم عاملينها في المطعم الرئيسي انهم بيحطوا تلج تحت بولات الخضروات والفاكهه عشان الجو بيبقى حر، وده طبعا بيحافظ على الاكل، غير ان الاكل هيبقى سائع كمان وجميل. في بقى هناك مشويات وفي اصناف كتيره متنوعه، وفي ركن المكرونه اللي بيتعمل لايف كده اضافات اللي تحب تضيفها. بقى المره دي 3 صوصات، في صلصه طماطم، وفي بقى اللي هي العصاج اللي هي باللحمه المفرومه، وفي الوايت صوص الابيض الجميل. دينامون فيها الجمال والمتعه والخيال. وفي ركن كمان للاكل الصحي الهيلثي فود، عامل بقى رجيم او كده فالاكل برضو هيناسبك. مش هنضحك على بعض، هيلثي فود ايه؟ هو في حد يروح هناك يعمل هيلثي فود؟ بنحاول. وسط الناس الجمال اللي بتضحك ليه. كورنر للاطفال جميل جميل قوي، هو قصير كده شويه، عاملينه ارتفاعه على قد الاطفال ان هم يقفوا يقدروا يطولوا هم الاكل ويغرفوا، وعاملين لهم ترابيزات وكراسي على قده. وزي ما انتوا عارفين ان مطاعم الالا كارت دي بتبقى بالحجز المسبق، وليك تستخدم المطاعم دي حسب اقامتك، يعني لو مثلا انت اقامتك 5 ايام يبقى ليك تستخدم العشاء مرتين في المطاعم دي. دي هو ده الفطار. بقول لك ايه، بدل وقفتك دي روح جيب لي 12 رغيف شامي يلا. وبالنسبه للسناكس
موجود من الساعة 12 للساعة 5 في مطعم الشاطئ، وبيقدم سندوتشات كتير منها كفتة مشوية وبرجر وجبنة وبطاطس محمرة وسلطات وفاكهة وعصاير، يعني عامل زي الغدا. هو ده سناكس؟ ده الواحد بطنه وجعته وبسم الكلام. تعالى 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 الغرف وفيوهات الغرف. في هناك غرف متنوعة، منها الدبل ومنها عائلي بيبقى 2 غرفة، وفي منها بانجلوز اللي هو اكواخ المالديف. والغرف نظيفة لكن هي عادية مش مبهرة مقارنة بالفنادق التانية اللي هي في نفس قيمة سعرها. من العيوب ان اساس الغرف قديم شوية محتاج بعض التطوير. الغرف موجود فيها كاتل، شاي، نسكافيه، سكر ومية، وموجود بيبسي بيبقى يوم الاستقبال، ودي لفتة جميلة منهم. بس من العيوب ان خدمة الغرف ضعيفة شوية، وفي ناس اشتكت انهم اتصلوا بالريسبشن علشان كان في مشكلة في الغرفة وما كانش في سرعة استجابة. بالهداوة يا نجمة، الله كل حاجة تيجي بالهداوة. وفي شكوى برضو ان النور بيتقطع كتير حوالي ساعة خلال اليوم، وده حاليا ده الوضع في مصر كلها مش في الغردقة بس. وبالنسبة للفيوهات، الفيوهات بتاعة الغرف كلها جميلة لان في جزء منها بيبقى شايف البحر مباشرة، وفي منها بيبقى شايف حمامات السباحة، وفي جزء منها على الحديقة، وكمان في غرف برايفت بول ودي بتكون على البسين مباشرة، يعني بيبقى في سلم من الفرندا بننزل على البسين مباشرة، ودي بتكون مشتركة مع مجموعة غرف تانية. وصلنا بحمد الله دلوقتي لأكواخ المالديف، الحمد لله على السلامة يا جماعة، اللي هي اسمها البانجلوز. تعالى 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 بتكون موجودة وسط البسين، وبيكون لكل بانجلو بسين خاص بيه لوحده، جميلة جدا شكلها رائع رائع رائع، وفيها خصوصية كمان. طب ومن المميزات اللي في البسينات الخاصة ان ممكن ان احنا ننزل كمان البسين بالليل، وطبعا اللي هم مش اي حد، نزلاء الغرف دي بس على عكس باقي البسينات. تعالى 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 الحفلات والترفيه في فقرات الانيميشن بتبقى على حمامات السباحة، وده بيبقى في النهار، وبعض العملاء بيطلبوا ان وقت الانيميشن ده يبقى اطول شوي. في فقرات على المسرح الروماني في المساء زي الساحر والتنورة، غير ان في فقرات عالمية، وكمان في حفلة الفون بارتي دي بتبقى في النهار، اوقات بتكون على الشاطئ واوقات بتبقى على حمامات السباحة. الناس بتحب اول فون بارتي ده مش عارف ليه. في منطقة العاب للاطفال كبيرة او جميلة جدا، فيها العاب كتيرة وممتعة او للاطفال، وموجود كمان كيدز اريا ومنطقة بلياردو وفيديو جيمز وبينج بونج وبولينج. في حمام سباحة بقى هناك بيعملوا فيه العاب عوامات كبيرة كده منفوخة، جميلة قوي زي ما انتوا شايفين كده، ممتعة جدا، الكبار والصغار بيحبوها قوي بيحبوا يلعبوا فيها. وفي كمان جيم مجاني، ده غير ان موجود السبا والساونا والجاكوزي بس بسعر اضافي. التقييم وموقع الفندق والاسعار. اول حاجة لازم نعرفها ان الفندقين مفتوحين على بعض وبيخدموا بعض، ودي ميزة كبيرة جدا. ومن الحاجات الجميلة واللطيفة جدا في المكان ان في مساحات خضراء كبيرة جدا وجميلة، رغم ان الفندق طويل والمشي فيه كتير وممكن ده يكون عيب لكبار السن، لكن المناظر الطبيعية فيه وحمامات السباحة مش بتحسسك بالمشي ابدا وبتكون مستمتع. ومع كل الفقرات والاكوا اللي موجودة في المكان، مكان السكن بيكون هادي، وفي العموم فندق بالاس بيبقى اهدى اكتر كمان من فندق بيتش. اكثر العاملين هناك بقى بشوشين وبيضحكوا في وشك ولطاف جدا ودايما مبتسمين وسط الناس الجمال اللي بتضحك ليه، وكمان مهتمين جدا بالنظافة. والاشغال الاجنبي في الفندق عدده كبير جدا. وعلى العموم الفندق جميل جدا ومستغل كل مكان فيه، يكاد يكون كل شبر بشكل جميل وبشكل ممتع وحاجة بتفرح النزلاء. ومن وجهة نظري ان العيوب اللي موجودة في المكان بتخص طبعا البحر لانه ضحل في اوله، والغرف
لانها محتاجة بعض التجديد، لكن الاكوا والبسينات ومكان السنوركلينج ممتعين جدا بصراحة. موقع الفندق موجود في طريق الكرة وده قريب جدا من سهل حشيش، والفندق بيبعد عن مطار الغردقة الدولي حوالي 3 ساعة، وعن جراند اكواريوم 10 دقايق، وعن الممشى السياحي حوالي 3 ساعة، وعن المارينا السياحي حوالي نص ساعة. خلينا نعيش سوا هنا هنا هنا. بالنسبة للأسعار بنقدر نعرفها من مواقع حجوزات الفنادق زي booking.com جدعان جدع جدعانة، وهتعمل معانا واجب ابن لذينة في الفلوس، ومواقع التواصل الاجتماعي وشركات السياحة أو التواصل المباشر مع الفندق. السعر حاليا لليلة الواحدة للفردين لسه جايبه حالا من موقع بوكينج 5034، مش 35، 5034، ناس دقيقة جدا. ويا رب نكون افدناكم، ويا ريت تسعدونا بالاشتراك. وعلى بلدي الحلوة والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى 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 ما تجي هنا تعالى.